قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة مميزة بعنوان تحديات الزواج المسيحي، حيث استضاف البرنامج الأستاذ المحامي بشار الديات، كما أجرى اتصالين مع الدكتور جلال فخوري والأب جورج شرايحة. وقد ناقشت الحلقة عدة أمور، بينها حقوق الزوجين المسيحيين في الزواج المدني وحقوق المرأة المسيحية في الزواج المختلط وحضانة الأطفال بين القانونين المدني والكنسي. فإلى هناك أستاذ بشار، يعني هل أنت طبعا في عندك قضايا كثيرة، طبعا إحنا بدنا نحكي بالقضايا بالعموم، لكن التساؤلات اللي نتساءل فيها الأحوال الشخصية اللي قاعدين عم ندرسها أو اللي منحللها أو اللي بنحكي فيها أو منناقشها هي من أجل التنوير، لا عم نفرض على أشخاص، يعني اختياراتهم هن يعني حرين في اختياراتهم، نحن لا نتدخل في اختياراتهم، لكن قبل اتخاذ هذا الاختيار أو هذا المنهج أو هذا الطريق يعرف على القليلة إنه شو حقوقه، شو واجباته، ماذا يترتب من تبعيات على هذا التصرف اللي قام به. وأيضا إذا عندك اطلاع عن القوانين اللي صارت جديدة، مثل ما سمعت في الحكومة الأردنية إنه صاروا يحموا من هذا الشيء، يعني إنه ما يكون الإنسان تحول من دين لدين من أجل قضية معينة أو شيء، إنه صار فيه يشرع هذا القانون. لما نتحدث عن باقي الطوائف حاليا ما في داعي إنه يكون في حساسية في الموضوع. إحنا لما بننادي بوضع ضوابط بتتعلق بزواج من بين غير المعمدين، مش شرط يكون الشخص الآخر من دين آخر. نعم. غير المعمد ممكن يكون شخص من منتمي لطائفة طقوسها غير مقبولة للطوائف المسيحية الباقية أو للطوائف الرئيسية والمعترف فيها واللي بتشكل الغالبية العظمى من العالم المسيحي. فحتى الزواج من أبناء هاي الطوائف بالنسبة ل يعني خليني أحكي للقائمين على الكنائس أو للجهات اللي بتصرح هذا الزواج هو ممنوع، فما بالك لما يكون في تغيير بالديانة، يعني برضو ممكن يكون في نوع من أنواع المنع برضو كمان. الأسباب زي ما حكينا يا إنه الانفتاح الإنترنت وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي فتحت المجال لاتساع رقعة العلاقات الاجتماعية والتعارف بين جميع الأفراد. كذلك الأفكار الجديدة والثقافات الجديدة اللي دخلت من بين تنمية الذات، من بين الأمور المستجدات الفلسفية وفي علم النفس وحقوق الرجل وحقوق المرأة وكل الأمور اللي أصبحت اليوم متاحة بكل سهولة لأي شخص على وسائل التواصل، على الإنترنت، على الشبكات، أصبحت المعلومة سهل الحصول عليها. الزواج هو تجسيد للحياة المسيحية. نعم. وبمعنى آخر أي انقسام في هاي المؤسسة أو هذا التجسيد أو هذا البيت يعني بيكون دمار للبيت، كما قال السيد المسيح كل بيت ينقسم على نفسه يعني تغمر الدمار. هذا أولا. نعم. اثنين، في الحياة الاجتماعية يجب ألا تختلف القوانين المدنية الاجتماعية عن القوانين الإلهية، وإلا بصير في إرباك بين القوانين الإلهية والقوانين الوضعية.